الدويل. عن الدويل. ايه الدويل؟ ايه الدويل؟ الدويل هي نفسها الويل سوسين. بتعمل برضه بتعمل كل حاجه. بس الدويل ماست ان هي تنفذ وان ستيتمنت قبل تحقيق كونديشن. يعني الوالده بتعمل ايه؟ بتروح تتحقق الكونديشن وبعد كده تنفذ ايه؟ الستيتمنت. لا. في الدويل بتروح تنفذ ستيتمنت وبعد كده تتحقق من ايه؟ تتحقق من الكونديشن. الديفرنس بين وايل اند دويل ان وايل الاول كان بيتحقق الكونديشن، لو الدول موجود تروح ينفذ ايه؟ تنفذ الستيتمنت اللي جوه. اما الدو وايل لا، بتنفذ الستيتمنت وبعد كده تتحقق من ايه؟ من كونديشن. معنى كده الماست بين هي تنفذ وان ستيتمنت حتى لو الدنيا كانت فولس. يعني على الاقل لازم تنفذ ايه؟ الستيتمنت دي مره ايه؟ مره واحده. تمام؟ يبقى هي نفسها عادي عادي جدا الوايل، بس كل حكايه ان هي بتنفذ الستيتمنت الاول قبل ما تحقق من ايه؟ من الشرط الحالي. فسي ان انا هبدا اهو، انا بس هو الانشالايز بتاعه هو قلت له مثلا تيجر اي بتساوي زيرو، قلت له دو. تمام؟ سيسنت اي برنت لاين قلت له اي بلس بلس. الكونديشن فين؟ الكونديشن في الاخر. تاني الاول وايل الكونديشن، الكونديشن فوق. فهو لازم ينفذ السمنت بتاعتي وبعد كده يرجع يتحقق من ايه؟ يتحقق من الكونديشن ده. حتى لو الكونديشن ده سي فولس في الاول خالص، فهو على الاقل نازل ينفذ السيت من ايه؟ لان الكومبايلر شغال ده بيمشي ايه؟ لاين باي لاين. حتى لو الكونديشن ده كان فولس فلازم ينفذ السمنت اللي فين؟ الاولانيه اللي فوق دي. تمام كده؟ طيب انا هعمل مثال ده وعايز اعمل مثال تاني. انا عايز طول ما القيمه بتاعتي نوت زيرو يعمل سميشن لكل الداتا انا ايه هدخلها تاني. انا عايز طول انا عايز اطلع انبوت دايركس، انبوت دايركس ده ياخد مني ارقام، وطول ما الرقم ده مش زيرو الانبوت دايركس دي من قدام ايه مفتوح. يعني دخلت واحد اثنين ثلاثة طول اي حاجه غير زيرو فالانبوت دايركس تقعد دي تظهر لغايه ما دخل زيرو. انا مطلع له السميشن بتاعت ايه؟ السميشن بتاع الارقام اللي ايه؟ الارقام اللي انا دخلتها. يبقى انا عايز المثال ده بسرعه. تمام؟ وبعد كده انا مش تاون فايف خالص ولا اي ستيم 70. تمام؟ فانا عايز طول ما انا بدخل ايه؟ ممكن استخدم فيها اكس بس بحاجه اسمها بريك اند كونتينيو. بس انا لسه ما قلتش بريك اند كونتينيو. ايه؟ مش ايه الفايدة؟ هي ال كونتكست بتاعتها كده ايه؟ يعني هسميه بسميشن. يعني ممكن اعمل تو متغيرين، تغير لكام؟ تغير لل اسمه ايه ده؟ للسم؟ ما الصفر بقى هو اللي بياخد كاونت ده هياخد ارقام مني. تمام؟ وثم الارقام اللي باخدها دي واجمعها ثم هي مش بزيرو هي ايه؟ جمع الارقام بتاعتها. ثم اول ما ادخل في المتغير زي ما انت بتقول كده زيرو هي ايه؟ ايه؟ الفايده بتاعتها لازم اليوزر لو انت عامل الوايد وايد دي لازم على الاقل يظهر لليوزرز الستمنت الاولانيه. يعني لازم اقول له انه في حاجه في حاجه موجوده عندي. اما الوايد لا، الوايد لازم يتحقق من الشرط. طيب انا لسه، طيب انا عايز اظهر لليوزر حاجه قبل ما يتحقق من الشرط. فانت عشان تظهر له حاجه بس من ضمن الكونتكست بتاعت الوايد، فانا بحط بس حاجه اسمها دو، حط ستمنت بتاعت وايد. فالجمله اللي جوه الدو دي لازم تتنفذ على الاقل قبل ما الوايد تتنفذ. طب بص شباب، عشان الناس اللي بترغي دي انا اقول له دو ايه؟ دو اي. تمام؟ بس انا ممكن برضو احط فوق كده انتجر اي تساوي سي زيرو، واجي اقول له الاي هنا اقل من او يساوي 10، وادي الاس يو تي بتاعتي. ويلكم تو جافا. بس الاي قول له اي بلس بلس. تعالى جيت رني دلوقتي اهو، فطبع الارقام بتاعتي من 0 لغايه 10. تمام؟ تعالى قول له مثلا الاي دي خليها ب 20.
لو جيت قلت له ستارت كده فراح يعمل نفيذ زي نفذها مره واحده مع ان اصلا ان الدنيا ايه الدنيا فورس هو لازم عامه في الدواي لازم على الاقل ينفذ الجمله دي مره واحده. طيب تعالى نعمل المثال بتاعنا اللي كنت بقول عليه ان انا عايز ابدا ان انا ادخل ارقام ثم الرقم ده مش زيرو الانبوت ده له ايه مفتوح. طب ايه الفكره ان انا ابدا من حاجه زي كده؟ ايه انا ممكن اخلي الستارت متغير اوكي يعني ممكن اعمل مثلا انتجر كاونت ده مثلا هيجيب منه ده الكيم بتاعي تمام يبقى المتغير نفسه ده هيكون هو الستارت اند 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 الداتا اللي جايه من الانبوت ده كلها اتخزنت حاجه اسمها ار ايه هنسميها كاونت ار تمام الاي دي هتبقى داتا من الانبوت ده الاي دي تقدر تدخل الام والدال مش انا قلت ان انا عايز ادخل داتا في الام والدال وطول ما الام والدال والداتا اللي فيها نوت ايكوال زيرو فالام والدال دي تكون ظاهره تمام كده؟ فانا اعرف المتغير عادي خالص بيقرا داتا من ايه؟ من الام والدال هعرف متغير عادي بيقرا من ايه؟ داتا من الام والدال مش انت لو هتدخل الام والدال بس 20 خلاص 30 انا عايز لو قلت له بقى زيرو هجيب برنامج خارج خالص تمام وهجي جمع السمشن دي ولك مثلا السمشن بتاعك ايه 50 دي هتكون عليها مثال معايا تمام فانا عايز دي طول ما الارقام اللي انا مش دخلتها عباره عن زيرو تمام طب ما يخرجش وبعد خلاص لو انا دخلتها زيرو يخرج من البرنامج يطلع السمشن بتاع كل الارقام اللي ايه انا دخلتها. طب انت دلوقتي بتخزن في الارض عملت خزن في الارض انا ممكن اعمل متغير تاني مثلا اسميه صم والصم ياخد الداتا اللي موجوده في الايوه دي يقعد يجمع فانا ممكن اقول له برضه بلس ايكوال مين الارض تعالى هنا يعني انا هاجي اقول له هعرف متغيرين هل اقول له انتجر اي او انتجر نمبر اهو بتساوي برضه زيرو وانتجر سم بتساوي زيرو واقول له دو اعمل لي الوايل بتاعتي. طيب ايه الشرط اللي هكتبه؟ بيساوي الصفر ولا ما بيساويش الصفر؟ بيساوي لما هو قلت له بيساوي فهي ترو فيقدر الشرط ايه؟ ما يتحقق فاهم يعني قلت له يعني قلت له الرقم اللي جاي ايكوال ايكوال زيرو جه زيرو فمعناها ان هي ايكوال ايه؟ ترو فيقدر الشرط ايه؟ فلازم اقول له الرقم ده يعني لو زيرو ايكوال زيرو فايه؟ لا لا يا عم ده زيرو بتساوي زيرو في النوت ايكوال هيطلع لي فورس هيطلع لي ايه؟ بارلل فانا اقول له النم بتاعت اللي هي جايه من الجي اوبشن بين نوت ايكوال ايه؟ نوت ايكوال زيرو تمام كده؟ واجي اقول له بقى النم بتاعتي دي الداتا بتاعتها جايه منين؟ اقول له سي انتجر دوت بارس انت اللي جايه منين؟ من جي اوبشن بين دوت شو انبوت داتا اقول له انتر نمبر طيب وفي الاخر اقول له ايه؟ سم بلس ايكوال مين؟ بلس ايكوال النم ده وفي الاخر خالص اطلع بره الوايل لما الوايل تخلص اقول له طلع لي جي اوبشن بان دوت شو مسج ديالوج هتكون السم ايه؟ السم بتاعنا بلا عارف متغيرين عاديين جدا نم ده بزيرو والسام ب زيرو النم بتاعت انت وبارس انت ده يعتبر منها من الشي اوبشن بين طول ما الرقم اللي انا بعمل له انتر ده في النم دي طول ما هو مش زيرو فالشرط بتاعي متحقق لغايه ما ادخل زيرو فيطلع بره ايه؟ بره الوايل بتاعتي فانا لو جيت وعملت ران انتر نمبر 025 هجيب برضه نم سي 6 8 10 50
تمام. رقم بتقوله ايه؟ زيرو. اوكي الحاجة مطلع لي سم 79 تمام كده؟ حد عنده سؤال؟ ليه خلينا الرقم 79 في الأول؟ ايه؟ لازم نخلي الرقم 79 في الأول؟ يعني لا مش لازم، بس أنا بديها إن شاء الله يعني. بص أصل جبت عملت كده هو الديفول بتاعها زيرو عادي، بس انا عادي انا احط لها كده ايه ان شاء الله يوصل عندي زيرو، عشان بس انا بعرف الدنيا فيها ايه. ايه بقى السطر ايه؟ هو اخر مره ما حطيتش صفر يا باشمهندس دي؟ اه عادي.